يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الأخت أم أحمد لديها عدة أسئلة، من ضمنها شيخنا ما يوضع على رأس شيخنا للعلاج الصبغة، أيوة تقول عندما تكون يابسة هل أمسح عليها؟ نعم، الشعر شعر الرأس يا أم أحمد فرضه المسح في الوضوء، وفي الغسل فرضه الغسل. فإذا كان في الوضوء ووضعت صبخة أو وضعت بعضهم حنة أو بعضهم يضع تضع شو اسمه سدر مثلا، لا ما هو بسدر، خطمي، وبعضهم تحط على رأسها عسل، فيكفي المسح عليه، يكفي أن تمسح عليه كما تمسح على رأسها أثناء وضوئها، ولا يضره وجود هذه الطبقة العازلة، لأن المقام مقام مسح لا مقام غسل، والله أعلم.